بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي وأحبتي، أشرف اليوم بأن أتحدث أمامكم في هذا الموضوع الذي أرجو أن يكون مفيداً للمتحدث به وسامعه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على هذه الجمعية الدعوية الثقافية الطيبة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حديثنا اليوم عن ضوابط اختيار الزوج والزوجة. وقبل الحديث عن هذه الضوابط إجمالا، على جهة المعرفة الاستشارية الاجتماعية أكثر مما يكون ذلك على جهة الفقه، أقول قبل ذلك أبدأ بالحديث عن ضرورة الإعداد للزواج. وأكثر من يتحدثون عن الإعداد للزواج في عصرنا إنما يذكرون الإعداد المادي، والإعداد المادي مطلوب لا شك في ذلك، ولكن هنالك أيضا الإعداد العلمي إن صح هذا التعبير، أي معرفة مجموعة من المعلومات والأفكار والمبادئ التي لا بد للمقبل على الزواج أن يعرفها قبل أن يقبل على هذا الأمر الذي هو من أهم ما يقع للإنسان في حياته. قبل الحديث عن هذه المعلومات، نريد أن نركز على معنى مهم، وهو أن التسرع مذموم كما أن التأخر مذموم. التسرع في الزواج ليس محموداً في ذاته، ونقيضه وهو التأخر عن الزواج لغير مسوغ أيضاً ليس محموداً. ومن أسباب التسرع ما يقع لكثير من الناس أنه يقبل على الزواج دون تدبر ولا تفكر ولا تأمل، بل في بعض الأحيان دون حاجة، وإنما يقبل على الزواج لأن السن تقدم، أو لأن المجتمع يطالب بذلك، أو لأن بعض الأقربين من الأسرة صاروا يتحدثون في الموضوع كثيرا، أو لإرضاء شهوة جسدية عارضة أو مستقرة، أو لإرضاء قريب يكثر من الحديث في هذا الموضوع، أو للهروب من المشكلات التي يتعرض لها مثلا هذا الفتى أو تلك الفتاة، خاصة بالنسبة للفتيات قد تكون عندها مشكلات في البيت فتريد أن تهرب منها بالزواج إلى غير ذلك. هنالك مجموعة من الأمور كثيرة تدفع الرجل أو المرأة إلى التسرع في اتخاذ قرار الزواج، وفي مقابل ذلك هنالك التأخر أيضا ليس محمودا، والتأخر يكون أيضا لأسباب، منها ظن صغر السن، بمعنى تجد الرجل قد وصل سنا معينة، وهذه القضية لا أذكر فيها سنا معينة محدودة،
لأنها تختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات ونحو ذلك، لكن تجده قد وصل سنا معينة ثم مع ذلك لا يفكر في الزواج. لما؟ لأنه يظن أنه ما يزال صغيرا. وأيضا التهرب من الزواج أو التأخر فيه هروبا من المسؤوليات، وهذا كثير جدا ونشاهده في مجتمعنا، أن الواحد من الرجال تجده يخاف المسؤولية، يخاف الأمانة، يخاف الصعوبات التي يمكن أن تعرض له، صعوبات مادية أو معنوية، تربية أولاد إلى غير ذلك. هنالك أيضا من أهم أسباب التأخر الإكثار من الشروط أو تكثير الشروط إلى درجة المثالية المانعة من التحقق الواقعي. بمعنى الشخص، الرجل مثلا يتصور في ذهنه امرأة هي كما يقال فتاة أحلامه، توفرت فيها جميع الشروط التي يريدها من زوجة المستقبل، ثم لكي يجد هذه الصورة المثالية في الواقع هذا أمر صعب جدا، ولذلك هو يتأخر في انتظار أن يصل إلى هذا المراد. ونفس الشيء بالنسبة للفتاة التي وضع في ذهنها صورة معينة، وضعت في ذهنها صورة معينة لفارس الأحلام كما يقال، فهي تنتظر ذلك الرجل وقد لا تجده، وفي كثير من الأحيان لا تجده في الواقع، وفي كثير من الأحيان ترضى بالدون فقط لأن السن وصلت إلى سن معينة، فهي ترضى بما تجده، ويكون في ضمن هذا كله انكسارات نفسية وصعوبات معنوية وأسر تبنى على غير أساس قوي إلى غير ذلك من الإشكالات. الزواج مسؤولية وليس شهوة جسدية فقط، وللأسف كثير جدا، وأنا تريد علي استشارات كثيرة في هذا المجال الأسري، كثير جدا من الأنكحة تعقد لإرضاء شهوة آنية، شهوة جسدية ملحة على الشاب أو على الفتاة. والحق أن إرضاء هذه الشهوة في إطار الزواج أمر مطلوب، أمر محمود، بل هو من أهم مقاصد الزواج إن لم يكن المقصد الأول من الزواج. ولكن أيضا تركيز الرجل أو المرأة على هذا المعنى دون غيره من المعاني يؤدي إلى اختلال في الشروط والضوابط والمعايير، ويؤدي أيضا إلى تسرع في عقد الزواج قبل تأمل حقيقة المسؤولية التي توجد وراء هذا الزواج. فإذا بالنسبة للرجل هنالك مسؤوليات، وبالنسبة للمرأة هنالك مسؤوليات لا بد من استحضارها قبل أن نشرع في هذا الزواج. بالنسبة للرجل هنالك معنى القوامة، الرجال قوامون على النساء، بمعنى أن الرجل هو الذي ينفق، هو الذي يقود دفة البيت، هو الذي كما جاء عن بعض السلف يذب عن المرأة أي يدافع عنها ويحميها، فهذا هو معنى القوامة، هو قوام عليها بمصطلح العصر مسؤول عنها. مصطلح المسؤولية هذا مصطلح حادث بهذا المعنى الذي نعرفه اليوم، هو مسؤول عنها، هذا معنى قوام عليها. هنالك إلى جانب القوامة لا بد من المروءة، لا بد من معاني الرجولة التي افتقدت كثيرا في هذا الزمان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ضمن الضوابط أن كثيرا من الرجال الآن يفتقد إلى معنى الرجولة، إلى معنى القوامة، ويدخل إلى هذا الزواج إرضاء لشهوة فقط، ثم لا يفكر في ما وراء ذلك من ضرورات لا بد من القيام عليها، ومن مسؤوليات وأمانة ثقيلة لا بد من تحقيقها. فإذا هنالك المروءة، الرجولة، أخلاق الكرم والشجاعة والقيام على البيت وخلق المسؤولية وتحمل الأمانة وما إلى ذلك. ثم هنالك أيضا لابد للرجل من أن يعرف
الغاية التي يريد من أجلها أن يتزوج؟ ما الغاية التي يهدف إليها؟ قد تكون غاية كبيرة جدا من قبيل أريد بناء أسرة إسلامية صالحة تكون لبنة ونواة في مجتمع إسلامي صالح، هذه غاية كبرى. ثم يعرف هذه الغاية ويعرف ما الأهداف التي يمكن أن توصل لهذه الغاية، من قبيل أريد تربية الأولاد على كذا وكذا من القيم الإسلامية، أريد أن أحصن نفسي وأحصن زوجي لتحقيق قيم إسلامية معينة، لابتناء هذه الأسرة الإسلامية السعيدة الصالحة، إلى غير ذلك من الأهداف المرحلية التي توصل إلى هذه الغاية الكبرى. ثم أيضا لابد للرجل، وهذا كله يدخل في إطار الإعداد، لابد للرجل أن يعرف أحكام الزواج، وهذا أيضا من الأخطاء الشنيعة التي نراها، بحيث يدخل الرجل إلى الزواج، يتزوج، يمضي شهر، شهران، عام، عامان، ثم يأتي ليسأل عن بدهيات فقهية من فقه الزواج، وهذا إشكال عظيم جدا. وفي كثير من الأحيان حين يسأل يكون قد وقع المحذور، أو وقع الفاس في الرأس كما يقال، وقع المحذور، إما طلق طلاقا غير مشروع، وإما تفوه بلفظ غير مشروع، وإما عامل زوجته معاملة غير مشروعة، وإما وإما وإما. فهذا كله بسبب أنه لم يقرأ فقه الزواج. وكثير من الناس حتى إذا أراد أن يدخل إلى الزواج تجده يقرأ كتابا ميسرا جدا في هذا الباب من الكتب العصرية، زواج إسلامي، زواج سعيد، كذا إلى آخره، بحيث يعرف أمورا عامة في هذا المجال، لكن يحتاج إلى معرفة أمور أخرى. وحتى يعني هذه الكتب لا تعتني مثلا بفقه الطلاق، مع أن الذي يقبل على الزواج عليه أن يعرف فقه الطلاق، وهذا أمر قد يبدو غريبا، ولكن هذا في الحقيقة عند النظر في الاستشارات الاجتماعية التي ترد في هذا المجال نجد أن كثيرا من الأغلاط والأخطاء والأمور المنكرة تقع بسبب عدم معرفة أحكام الطلاق، حيث الشخص يطلق طلاقا بدعيا، يطلق ويعني مثلا مؤخرا واحدة تسأل تقول لا تذكر عدد المرات التي طلقها فيها زوجها، لا تذكر، عدد كثير جدا، بمعنى يطلق ويرجع ويطلق، هذا كله خلاف الشرع، بل هذه مخالفة شديدة في الحقيقة، مخالفة شديدة لشرع الله عز وجل. ولكن ما الذي جرأ الناس عليها؟ بالدرجة الأولى الجهل بأحكام الشريعة، الجهل بالطلاق بأنواعه، رجعي، بائن، بينونة كبرى، صغرى، طلاق بدعي، طلاق سني، إلى غير ذلك. هذه الأمور ينبغي معرفتها قبل الإقدام على الزواج. وبالمناسبة هذه الأمور صحيح أن الرجل مطالب بمعرفتها قبل المرأة، لأنه هو المخاطب ابتداء بالطلاق، ولكن أيضا على المرأة أن تعرف هذه الأحكام لكي لا تشارك زوجها في مخالفات شرعية من حيث لا تدري. إذن هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة هنالك أيضا مسؤوليات، مسؤولية القيام على شؤون البيت، ونحن هنا لن ندخل في ذلك الجدل الفقهي المعروف، هل يجب على المرأة أن تطهو لزوجها؟ هل يجب على المرأة أن تقوم على شؤون البيت من كنس وغسل وغير ذلك؟ القضية هنا ليست في الوجوب الشرعي، والراجح عند الفقهاء أن ذلك غير واجب عليها، لكن إذا قام البيت على يجب ويحرم فقط لا على يمكنني أن أفعل هذا الذي ليس واجبا علي، يمكنني أن أفعله مع ذلك لتستمر هذه الأسرة وتثمر وتنتج، ويمكنني أن أتخلى عن هذا الذي هو في حد ذاته ليس حراما، ولكن أتخلى عنه اختيارا لكي أسمح لهذه الأسرة بأن تستمر وتنتج. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، في هذه الحالة نكون قد حققنا المراد من الأسرة. أما أسرة قائمة على حقوق قطعية فقط، على واجبات ومحرمات فقط، فإنها لا تستمر كثيرا. وليس هذا كما قد يظنه بعض الناس
تهوينا من أمر الأحكام الشرعية التي يذكرها الفقهاء من واجب ومباح ومستحب ومكروه ومحرم، ليس هذا تهوينا من شأنها، بل معرفة ذلك من أولى الأولويات. ولكن الغالب أن الرجوع إلى هذه الأمور إنما يكون عند التنازع، فافهم الفرق بين الصورتين. بمعنى في حالة عدم النزاع وعدم الصراع، أنا لا أحتاج أن أقول هل يجب علي أو لا يجب علي، سواء وجب أو لم يجب أنا أفعله. هل هذا من حقي أم هو حقك؟ هل هو واجب أم حق؟ هل هو كذا أو كذا؟ هذا في حد ذاته متى أحتاج إليه؟ إنما أحتاج إليه عند النزاع. إذا وصلنا إلى الصراع والنزاع واستحال حل الأمور بالطرق الودية كما يقال، حينئذ نرجع إلى مقاطع الحقوق، سواء مع قاض شرعي أو مع حكم محكم في هذا المجال أو حتى دون هذا كله. في هذه الحالة نرجع إلى مقاطع الحقوق، حقي كذا وحقك كذا. أما فيما سوى ذلك فالأصل أن لا نرجع إلى هذا. إذا نرجع فنقول هل هو واجب أو ليس واجبا؟ ليس واجبا، ولكن مع ذلك لا تقوم البيوت إلا إذا قامت المرأة على شؤون بيتها بنفسها. هذا الذي عليه عمل الناس وأعرافهم، وهو الذي تستقيم به أحوالهم ويصلح عليه المجتمع كله. الأصل في المنظور الإسلامي أن الرجل يعمل خارج البيت لينفق على البيت، وأن المرأة تعمل داخل البيت في تكامل بين المهام والمسؤوليات. هذا الأصل، ولا يمتنع بعد ذلك أن يخالف هذا الأصل لسبب، فتنفق المرأة من حيث لا يجب عليها أن تنفق، أو قد يعمل الرجل شيئا من أعمال البيت من حيث أن ذلك ليس واجبا عليه، لكن هذه المشاركة والتساوي في بعض الأمور التي ليست من صميم فعلك، يعني كونك تفعلها وليست من صميم عملك، هذا كله خلاف الأصل. فنحن نقرر الأصل، وإذا قررنا هذا الأصل هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نقول للفتاة قبل أن تقبل على الزواج عليك أن يكون لديك معرفة بشؤون البيت، أو على الأقل رغبة في المعرفة. لاحظ، حتى إن لم تصلي إلى درجة المعرفة على الأقل تكون لديك رغبة. أما لا معرفة ولا رغبة فإلى أين نمضي؟ ثم أيضا على المرأة أن تعرف حقيقة أسلحتها التي تدخل بها إلى مؤسسة الزواج، واستعمال لفظ السلاح هنا تجاوز، لأننا لسنا في معركة، لكنه سلاح أبيض بين قوسين، وهو أنثوية المرأة. المرأة ينبغي أن تكون أنثى، كما أن الرجل ماذا ذكرنا في الواجب عليه أو المسؤوليات التي عليه أن يتشبع بها؟ قلنا الرجولة، قلنا المروءة، الرجولة. كذلك في المرأة عليها أن تكون أنثى. أما امرأة أو زوجة مسترجلة وزوج مخنث أو مؤنث فهذا لا تقوم به الأسرة، ويستحيل أن يقوم المجتمع إذا لم تكن المسؤوليات موزعة توزيعا عادلا لا توزيعا متساويا. ونحن دائما نركز أن المطلوب هو العدل لا المساواة، والعدل يقتضي في كثير من الأحيان عدم التساوي. لا نريد مساواة كما يدندن حول ذلك الغربيون، مساواة تجعل من المرأة كالرجل ومن الرجل كالمرأة، هذه مساواة لا عدل فيها، بل هي الظلم نفسه. وأيضا على المرأة أن تعرف كالرجل الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق وغير ذلك، وعليها أيضا مثل الرجل أن تحدد الغاية التي تسعى إليها من إنشاء الأسرة. وعلى المرأة شيء زائد، وهو أن تحذر من أفكار الأنثوية الهدامة. الأنثوية ترجمة عند بعض الناس للفظ فيمينيزم، بعضهم يترجمها أو يعربها بالأنثوية أو الحركة النسوية،
وبعضهم يقول حركة التمركز حول الأنثى كما يترجم ذلك عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى وإلى غير ذلك من الترجمات. هذه الأنثوية هي التي تركز في ذهن الفتاة أن الرجل ليس مكملا لها، ليس زوجا ومحبا لها، ليس شريكا لها في إنشاء الأسرة والمجتمع، وإنما تضع في ذهنها أن الرجل عدو، خصم، متعد، عليها أن تقف أمامه وقفة الصراع والندية والنزاع لتستخلص حقوقها منه. هذه الأنثوية المبنية على نظرية الصراع، مبنية على أن العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة تكامل وتحاب وتواد مودة ورحمة كما في نص القرآن الكريم، لا، هذا كله عند الأنثويين عند الأنثويات غير موجود. المطلوب عليها أن تقف ندا له وتنتزع، لا أن تطالب بحقوقها، أن تنتزع حقوقها منه. والرجل خصم وعدو، لا، هذا خطأ، وهذا موجود للأسف عند بعض الفتيات. تجد الفتاة يعني تنظر إلى الرجل نظرة من هذا القبيل، سندخل هذا الزواج على أساس أن أذله، على أساس أن أريه من صاحب القوة والسلطة داخل البيت، على أساس أني أنا الأحق بالحكم لا هو، على أساس أنه لا توجد قوامة لهذا الرجل، وإنما أنا سأفعل وأقول وأقف إلى غير ذلك. فإذا اجتمعت الأنثوية الواردة من الغرب مع العادات الثقافية البالية الموروثة من قرون الجمود عندنا في العالم الإسلامي، إذا اجتمع هذان أهلك المرأة، ومن وراء ذلك أهلك الأسرة. يعني تصور امرأة تدخل بأنثوية تأخذها من المسلسلات والأفلام والثقافة الغربية، وتضيف إليها ما تحفظه من أمها وجدتها في طريقة الصراع مع الرجل والتعامل معه وغير ذلك، اجمع هذا الخليط وستخرج لك امرأة غير قابلة لأن تصهر في بوتقة الزواج، وإنما هي امرأة متمردة على الزواج ابتداء، فما ندري لما تدخل إلى مؤسسة هي أصلا متمردة عليها. هذا إشكال مهم جدا. وذلك هذه الأفكار التي أذكرها الآن حول الإعداد للزواج في غاية الأهمية. بعد ذلك ننتقل إلى الضوابط. ما ضوابط اختيار الزوج والزوجة؟ نبدأ بضوابط اختيار الزوجة. الأصل في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لجمالها ودينها وحسبها ومالها. هذه أربعة أمور. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، قيل في معنى ذلك دعاء عليه أن يفتقر. تربت يداك من التراب، أي افتقرت إن أنت لم تعمل بهذه النصيحة. وقيل هذا دعاء بالافتقار لكن لا تراد حقيقته، على طريقة العرب في كونهم يدعون بالدعاء لا يقصدون حقيقته، كما يقولون ثكلتك أمك وقاتله الله وما أشبه ذلك. فكذلك هنا تربت يداك، سواء كان هذا المعنى أو ذاك، المستفاد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا أربعة لأجلها يتزوج الرجال النساء. هذه يعني أهم أو المحاور الأربعة التي تدور عليها ضوابط اختيار الرجل للمرأة التي ستكون زوجته. بعد أن ذكر هذه الأمور الأربعة انتقل فأشار إلى المعيار الأولى بالاعتناء به، وهو معيار الدين.
فإذا نذكر هذه المعايير التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نشير إلى أمر مهم، وهو أن ما سنذكره هنا إنما هو من باب اتخاذ الأسباب المشروعة، بمعنى سواء أخذت بهذه الضوابط والمعايير وأحسنت إعمالها أو لم تفعل، في الأحوال كلها فإن التوفيق في حسن الاختيار إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وهذا على منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة في جميع الأمور. فإننا في الأمور كلها ماذا نصنع؟ نقول نكل التقدير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لابد مع ذلك لابد من الأخذ بالأسباب المشروعة. فإذا هنا أمر مهم جدا، لأن كثير من الناس في الحقيقة يخطئ في هذا الأمر. تجده يفكر كثيرا في هذه المعايير، في شروط الجمال، في إيصاء الناس، في حث أهل بيته على البحث في كذا في كذا، في السؤال عن الدين، في قضية اللقاء، ما يسمى اللقاء الشرعي، في كذا في كذا في كذا، أمور كلها يفكر فيها، لكنه لا يكلف نفسه أن يدعو ربه وأن يلح على ربه في الدعاء أن ييسر الله له الزوجة الصالحة، وأن تلح المرأة في الدعاء أن ييسر ربها لها الزوج الصالح. إذن قضية الدعاء، وليس فقط الدعاء بل الدعاء مع الإلحاح فيه، لأن الله عز وجل يحب العبد الذي يدعو فيلح في الدعاء، خلافا للمخلوق الذي يكره منك أن تلح في سؤاله. إذن الضابط الأول هو ضابط الجمال. أول ما نذكره في هذا المعنى أن طلب الجمال في ذاته ليس مذموما، بل قد يقال إن هذا موافق لفطرة الناس. ولكن ما المذموم في هذا المجال؟ المذموم أولا تقديم الجمال على الدين. هذا في الحقيقة خلل كبير جدا، كالذي يفكر في جمال المرأة التي سيخطبها ولا يسأل عن دينها أصلا، ولا يهتم لدينها، بل يقال له إنها في دينها ليست كذاك، وإنها تفعل كذا وكذا من المحرمات، وإنها فلا يلقي لذلك باله أصلا. هنا إشكال كبير جدا. وإلا الجمال في ذاته ليس مذموما. الشيء المذموم الثاني في باب الجمال ما هو؟ هو تكلف وضع شروط صارمة يتكلف الرجل المقبل على الزواج أن يضعها، بحيث لا يقبل امرأة إلا إن كانت ضمن هذه الشروط. فتجد في الحقيقة، لا أريد أن أذكر ما يقوله بعض الناس لكي لا نخرج عن سياق ما نحن فيه، ولكن للأسف بعض الرجال يفعلون هذا الأمر. فتجده يقول أريد امرأة من صفتها كذا وكذا، في طولها وعرضها، في لونها وكذا وكذا. في الحقيقة حين يضع الشروط بهذه الطريقة تشعر أنه يريد أن يتزوج صورة لا أن يتزوج امرأة، وفرق كبير بين الأمرين. الصورة تراد لذاتها، الزوجة تراد للمشاركة معها في بناء أسرة. فرق كبير بين الأمرين. المرأة التي تتزوجها هي التي ستشترك معها في بناء الأسرة، في تربية الأولاد، في إلى غير ذلك، في حمل الهموم، في المشاركة في المسؤوليات، أشياء كثيرة لا تنفع فيها الصورة أبدا. فكونك تضع هذه المعايير الضيقة الصارمة ويكون ذلك على حساب اختيارك للمرأة الصالحة، حينئذ هنالك إشكال كبير بالنسبة لقضية الجمال. ثم هنا حين نقول إن الجمال في ذاته لا بأس أن يطلب، فإننا مرة أخرى لا نضع للجمال معيارا شاملا للناس كلهم، وإنما الأمر يخضع لاختلاف الأذواق.
المقصود ما هو؟ المقصود هو أنك حين تتزوج امرأة تكون مرتاحا لها، يكون لديك قبول نفسي تجاهها، هذا هو المطلوب. كما في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المغيرة بن شعبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو أن يؤدم بينكما، أن يؤدم الله عز وجل بينكما، أن يجعل بينكما مودة واتفاقا ومواءمة وملائمة. فإذا هذا هو معنى انظر إليها، لما؟ ليؤدم بينكما. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة التي خطبت هل من صفتها في الجمال كذا وكذا وكذا، لم يقل هذا، وإنما قال هل نظرت إليها. قد ينظر الرجل إلى امرأة فيراها في أعلى درجات الجمال تلائمها، هذا الذي يريده من امرأته، وينظر الرجل الآخر إلى المرأة نفسها فيجدها لا تلائمه. وهذا يدلك على أن المقصود عند اختلاف الأذواق هو أن تتزوج المرأة التي لا تجد صعوبة في العيش معها، لأنك ستعيش معها لمدة طويلة، فتحتاج أن يكون لديك قبول تجاهها. والناس يختلفون في الأذواق، ومن أطرف ما يحكى عن الشاعر ما قال الشاعر، يقول تعشقتها شمطاء شاب وليدها، شمطاء شاب وليدها، يعني ابنها شاب، تعشقتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهبهم. لا تلوموني في هذا، الناس واشتهر الشطر الثاني، لكن الشطر الأول ما اشتهر لأنه صعب شوي، لكن الشطر الثاني وللناس فيما يعشقون مذاهبهم. الناس تختلف أذواقهم، فلا تلوموني على ما اخترته في هذا الباب. وبالطبع لا توجد قاعدة عامة كما قلنا في الجمال، ومن باب أولى لا توجد قاعدة عامة في السن. بعض الناس تجده يقول أريد امرأة بين 22 و24، هذه الدقة لا معنى لها، أنت تصعب على نفسك. ورأيت شخصا وصل ربما 40 أو قريب من 40 وهو لا يزال يبحث ويقول لم أجد، لم أجد، بهذا اللفظ. حين أقول له ما الذي لم تجده، يبدأ في صرف الشروط، يقول لا يوجد جمال، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، لا يوجد. طيب أنت مشكلتك أنك وضعت شروطا كثيرة ووضعت معايير ضخمة، فمن الطبيعي أن لا تجد، وما أدري ما فعل الله به، لكن على كل حال هو سائر في طريق غير صحيح. طيب بعد الجمال هنالك نترك الدين، أو لعلنا نذكر الدين الآن. طيب ما المراد بالدين؟ المراد بالدين أيها الإخوة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، لا أقل ولا أكثر. بمعنى أن تكون المرأة محافظة على فعل ما يجب عليها، وأن تكون محافظة على ترك ما يحرم عليها، وما سوى ذلك فليس مطلوبا. كالذي يطلب امرأة منتسبة إلى طائفة معينة، إلى جماعة معينة، إلى تلبس لباسا ذا هيئة معينة، وش المقصود الشروط الشرعية لللباس؟ لا، بعد الشروط الشرعية لللباس هو يشترط هيئة معينة في اللباس، هذا كله ليس مطلوبا، وهو تعسير لم يأتي في شرع الله عز وجل، لا تشترط هذه الأمور. أمر ثاني، ما دمنا في مجال الدين، هنالك من يشترط المستحبات النوافل، يقول أريد امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، وهذا في ذاته لا بأس به، لكن حين يخرج من فم شخص هو نفسه لا يقوم الليل ولا يصوم النهار، أن إشكال هنا. ثم هو يعسر على نفسه، أريد امرأة تحفظ القرآن كله، أريد امرأة، بل رأينا من الناس من يكون أول سؤاله للمرأة هل تحفظين القرآن؟ كونها تحفظ القرآن هو في ذاته شيء حسن، ولكنه ليس المعيار للمرأة التي تشارك معك في بناء الأسرة، التي تربي أولادك. لا يلزم، قد تكون تحفظ القرآن ولكنها لا تصلح
في خلقها، في تدينها، في التزامها بالواجبات وترك المحرمات. وقد تكون بعكس ذلك امرأة لا تحفظ من القرآن إلا القليل أو لا تحفظ منه شيئا، ومع ذلك إذا قلت لها قال الله هذا الأمر افعله افعلي تفعل، أو قلت لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي هذا الأمر تنتهي عنه. فالعبرة ليست بكونها تحفظ القرآن أو لا تحفظ، أو يقول لك أريد طالبة علم، نفس الشيء. طالبة العلم ليست أفضل بالضرورة من غيرها، وليست أسوأ بالضرورة من غيرها. طلب العلم شيء زائد على المطلوب في مجال الدين، المطلوب هو التدين، فعل الواجبات، ترك المحرمات، التسليم لحكم الله عز وجل. بعد ذلك كونها تطلب العلم ولا لا تطلب، قد تكون طالبة علم لكنها سيئة الخلق، شرسة، خشنة في تعاملها مع أخواتها، مع زوجها، مع أبيها، مع أمها، ومع ذلك طالبة علم، بمعنى لم تأخذ من طلب العلم إلا ظاهره لا لبه وروحه. هذا موجود، وسيأتينا عند ذكر الرجال أن الأمر أيضا موجود عند الرجال. فالمطلوب ليس هذه القواعد الصارمة وهذه الضوابط الدقيقة، ولكن المطلوب كما قلنا هو التدين عموما، مع لا بأس أن يكون هنالك توافق عام في الغايات، لأن في كثير من الأحيان نظرا لكثرة الطوائف في هذا الزمان، كثرة الجماعات، كثرة التيارات، كثرة الاجتهادات، الناس كلهم يجتهدون في زماننا، لا شك أنه إذا كانت المرأة متشبعة بفكر بعد كونها متدينة، لكن بعد ذلك متشبعة بفكر مخالف للفكر الذي أنت متشبع به، لا شك أن هذا قد يحدث مجموعة من الحزازات والصراعات فيما بعد. فلا شك أن من الأفضل أن تكون في نفس التيار الفكري أو الفهم العام لدين الله عز وجل الذي تنتسب أنت إليه. بعد الدين هنالك المال، ونقرر ابتداء أن طلب الرجل التزوج من امرأة لأجل راتبها ليس من المروءة في شيء، ليس من إيش؟ ليس من المروءة ولا الرجولة في شيء، وإن عمت به البلوى في هذا الزمان. صحيح، يعني في زماننا عمت البلوى بهذا الأمر، فتجد فعلا أن الرجال يحرصون على صاحبات الأجور والرواتب، هذا يعني ليس من المروءة. والأصل أن الرجل هو الذي ينفق على البيت، سواء كان فقيرا أو غنيا، ينفق بحسب قدرته واستطاعته. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، بحسب قدرته، بحسب استطاعته. بعد ذلك إذا كان لها مال وأرادت أن تساهم به فبها ونعمة، لكن أن تطلبها لأجل مالها هذا ليس من المروءة في شيء. لكن إذا فرضنا، وهذا مما عمت به البلوى في زماننا، إذا فرضنا أن المرأة عاملة وأن لها راتبا، فإنني أنصح دائما بتوضيح الأمور قبل الزواج، وإلا كان ذلك مدعاة للصراعات بعد الزواج. بمعنى قبل الزواج نوضح الأمور، أنا سأنفق، الرجل سأنفق كذا وكذا وكذا، طيب راتب المرأة ماذا نصنع به؟ سأساهم فقط في كذا أو في التفصيل الفلاني أو ما أشبه ذلك. نوضح الأمور، لأنه فيما بعد إن لم تتوضح وبنيناها فقط على يعني نترك هذا للزمان وكذا وكذا، ما الذي يقع؟ إما أن يكون الرجل جشعا وحينئذ يطمع في مال امرأته، وقد رأينا من هذا أحوالا يعني سيئة للغاية، تجده يأخذ راتبها كله ولا يهتم بأمرها، وينفقه في بعض الأحيان على كمالياته هو وما أشبه ذلك. أو قد لا يكون جشعا، ولكن تحدث أمور مادية تحتاج إلى اشتراك، فإذا بالمرأة تقول لن أعطيك مالا، وهو يحس في نفسه أنه مغبون لأن لديها مالا لا تشاركه معه إلى غير ذلك، فتحدث النزاعات والصراعات وغير ذلك. وأخيرا الحسب، الحسب هو الشرف، وبعض الناس، بعض الفقهاء يجعل منه النسب، يعني النسب داخل في هذا الباب، لأنه من النسب ما هو شريف وما ليس شريفا. عند المالكية لا تعتبر الكفاءة في الزواج إلا في الدين، لا كفاءة إلا في الدين. في المذاهب الأخرى عندهم تفصيلات كثيرة في الكفاءة،
في قضية النسب بين العربي والعجمي، في قضايا أخرى غير الـ يعني غير الـ في قضايا المهنة والعمل وأشياء أمور كثيرة يذكرونها. لكن في الحقيقة مذهب المالكية في هذا الباب مذهب حسن، وهو أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين، وأن الحسب في الأصل لا يعتبر، ولكن إذا كانت الأعراف المجتمعية تعتبره فلا بأس بأن يعتبر من قبيل درء المفاسد التي يمكن أن تقع بعد الزواج. بمعنى إذا كنت في مكان معين في قبيلة، وهذا في بعض الأماكن خاصة التي تغلب فيها النزعة القبلية تكون هذه الأمور حاضرة بشدة، إذا كنت تنتسب إلى مجتمع هذه الأمور القبلية، هذه الأمور المتعلقة بالشرف والحسب يعني لها أهمية بالغة، فلا بأس أن تراعيها ما لم يؤثر ذلك على الأهم الذي ذكرناه آنفا وهو الدين. فإذا لم يكن على حساب الدين فلا بأس بمراعاة الأعراف. والقاعدة العامة في أصول الفقه أن العرف يعتبر وأن العادة محكمة ما لم تؤثر على الدين. بطبيعة الحال يدخل في هذا الباب قضية المستوى الاجتماعي وأيضا قضية المستوى الدراسي والثقافي. الأصل أن هذا في ذاته ليس معيارا. أيضا كثير من الرجال أجدهم يقولون أريد امرأة حاصلة مثلا على الإجازة أو حاصلة على البكالوريا أو حاصلة على كذا، هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. وفي كثير من الأحيان تجده يقول أريد هكذا لكي يتم التفاهم بيني وبينها، لأني أنا مثلا جامعي فأريد أن تكون جامعية لكي نكون على نفس المستوى التفاهم. هذا ليس شرطا، لأنك إذا كنت مثلا جامعيا متخصصا ما أدري في الكيمياء فأنت لا تريد أن تكون زوجتك متخصصة في الكيمياء، لأنك إذا دخلت معها إلى البيت فلن يكون نقاشكما في الكيمياء. الكيمياء تريده لشخص آخر، لصديقك الذي تجالسه فتناقشه، أو لزميل العمل الذي تناقشه في هذا التخصص. أما زوجتك لا يشترط أنك إذا دخلت البيت ستناقشها في تخصصك، بل الغالب أنك إذا دخلت البيت تريد أن تبتعد عن هذا التخصص قليلا لكي تتحدث معها في أمور أخرى. فإذلك يعني أستغرب من الذي يشترط مثل هذه الشروط. أنا مهندس أريدها مهندسة، أنا طبيب أريدها طبيبة، أنا جامعي أريدها جامعية. هذا فقط هو تعسير للزواج. ونحن دائما نقول للرجال وللنساء حاولوا ما أمكن أن تيسروا في هذا الباب، فإن المعسرات الخارجية كثيرة جدا إلى درجة أننا لا نحتاج إلى إضافة معسرات داخلية. الأشياء التي تعسر عليك الزواج من الخارج، المادة، المجتمع، الأشياء كثيرة، الدراسة، الوالدان، المهور، الغلاء، المعيشة، أشياء كثيرة من الخارج تصعب عليك الأمر. فلا تضف أنت من نفسك أمورا أخرى من قبيل ماذا؟ من قبيل شروط في الدين، شروط في الخلق، شروط في المال، في الحسب، هذه أمور كثيرة جدا. مفهوم؟ طيب، هذا بالنسبة لاختيار الزوجة. الآن ننتقل إلى اختيار الزوج. كما ذكرنا في اختيار الزوجة انطلقنا فيه من حديث، نحاول أيضا في اختيار الزوج أن ننطلق من حديث، لكن الفرق بين الحديثين أن الحديث الأول صحيح لا غبار عليه، وأن الحديث الثاني معلول. الحديث الثاني في باب اختيار الزوج هو الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وورد عند الطبراني وأيضا عند ابن حبان وغيرهم من طرق متعددة، عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أبي حاتم المزني وعن أبي أمامة، وأيضا ورد مرسلا من مرسل يحيى بن أبي كثير وغير ذلك. هذه من طرق مختلفة بروايات مختلفة، ملخصها إذا جاءكم القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم أو إذا أتاكم أو إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي بعض الروايات وفساد كبير. هذا الحديث بجميع طرقه معلول لا يصح، ولا يصح حتى باجتماع الطرق، لكن على فرض صحته، على فرض صحته فلا ينبغي أن نفهمه فهما
غلطا، فإن بعض الناس يفهمون أنه إذا جاءك الرجل صاحب الدين والخلق فيجب عليك أن تزوجه، وأنت إذا لم تزوجه وقعت في معصية، وهذا غير صحيح ولم يقل به فقهاء الإسلام، سواء الذين صححوا الحديث أو الذين ضعفوا، في جميع الأحوال لم يقل فقهاء الإسلام بهذا الأمر. وحينئذ فالمراد بالحديث ما هو؟ هو الإرشاد، الإرشاد إلى الضابط والمعيار الذي ينبغي اعتباره في هذا المجال، وهو ماذا؟ هو الدين والخلق. بالنسبة للرجل ذكرنا المال والحسب والدين والجمال في المرأة، بالنسبة للرجل الدين والخلق مهم جدا، مهمان جدا. فإذا فقط المراد بهذا الحديث على فرض صحته هو الإرشاد إلى الأولى بالعناية به، الشيء الذي عليك أن تعتني به هو ماذا؟ هو الدين والخلق. وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث الدين والخلق مميزين، مع أن الخلق من الدين، ففي ذلك إشارة إلى معنى، وهو أن هذا من قبيل عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه، وإنما يعطف الخاص على العام لكي يؤكد على أهمية هذا الخاص، وإلا فهو داخل في العام فلما يذكر مرة ثانية تأكيدا لأهميته ووجوب الاعتناء به، فيكون قد ذكر مرتين، مرة أولى في ضمن العام، لأنك حين ذكرت الدين ذكر معه الخلق لأنه ضمنه، ومرة ثانية مستقلا حين ذكر الخلق، فذكره مرتين في سياق واحد إرشاد إلى ماذا؟ إلى ضرورة الاعتناء به، فلأجل ذلك ميزه، خاصة أنه في كثير من الأحيان الناس لا يفهمون من الدين إلا الجانب التعبدي النسكي، يعني الطقوس والشعائر، حين يقال الدين يفهمون الطقوس والشعائر، الصلاة والصيام ويعني مثلا أمور معينة في الطهارة وكذا، هذه بالنسبة لهم هذا هو الدين. وإذا الخلق مع أنهم يعرفون أنه من الدين، ورغم أنه داخل في نصوص شرعية كثيرة جدا، مع ذلك فإنهم حين يذكر الدين لا يلتفتون إليه ولا يعتنون به، فلأجل ذلك وجب التنبيه عليه. ولأجل ذلك رأينا كثيرا من الرجال أصحاب دين، أي هم يصلون ويحافظون على الصلاة، يحافظون على الصيام، من كان له مال يحافظ على الزكاة، يحافظون على هذه التعبدات الظاهرة دون إشكال، ولكن في الخلق في تعامله مع الآخر، مع زوجته، مع ابنه وابنته، مع صديقه وأخيه، مع شيخه، مع تلميذه، عند هذا تجده شرسا خشنا في خلقه، فظاظة وغلظة، وتجده ينسى تدينه ويتناسى ويتجاهل نصوص الوحي حين يتعامل مع الناس، وإنما تجده يتعامل بطبعه وغريزته، كما يكون الحيوان، الحيوان لا يفكر هل يعامل الحيوان الآخر بكذا أو كذا، لا، هي غرائز تتحكم فيه. فنفس الشيء تجد الشخص قبل أن يتدين عنده أمور طبع عليها، ولا أقول فطر عليها، ولكن طبع عليها، تعلمها، تعلمها في الشارع، تعلمها في تعامل الناس معه في أسرته، في مدرسته، هذه الأمور كلها يجمعها، ثم تجده يتدين. ما معنى يتدين؟ يلتزم بالصلاة، يعفي لحيته إلى غير ذلك، ولكن الأخلاق تبقى على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الإسلام، شكون هم؟ خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. نفس الشيء يقال في العكس، أنه في كثير من الأحيان، ليس دائما، ولكن في كثير من الأحيان الشخص إذا تدين تدينا سطحيا فإنه يبقى لديه كثير من مخلفات ما قبل التدين، مخلفات الأخلاقية خصوصا ما قبل التدين، فتجده يتعامل وهو بلحية وظاهر إسلامي يتعامل بنفس التعامل الذي كان عنده قبل تدينه،
فالذي تغير هو المظاهر الإسلامية والسلوكات التعبدية، ما سوى ذلك البواطن، التربية، التزكية، الخلق لم يتغير منه شيء. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث من ترضون إيش دينه وخلقه. طيب، إذن هذا الحديث هو فقط للإرشاد. وإذا كانت المرأة، لأن في بعض الأحيان كثير من الفتيات يتحرجن من هذا الأمر، يأتيها رجل في الحقيقة من جهة الدين والخلق لا إشكال، تأتي تسأل تقول من جهة الدين لا أعتب عليه، من جهة الخلق لا أعتب عليه، جميل، لا إشكال، ولكن من جهة الصورة أو من جهة الارتياح النفسي حقيقة أنا لست مرتاحة له، ما أستطيع، هذا فوق الطاقة، شيء قلبي لا أتحكم فيه. الفقهاء يقولون إذا كانت المرأة، حديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ثابت لا أعتاب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، وفي رواية أخرى ولكني لا أطيقه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال السبب في ذلك في روايات أخرى أنه كان دميم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة. الحديث مهم جدا وفي فوائد فقهية كثيرة جدا، لكن الذي يهمنا منه جزئية ما هي؟ هي أن هذه امرأة متزوجة ومع ذلك انظر اختلعت من زوجها وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلع لأجل أنها لم تعد تطيق، لم تعد تقدر، مع أنها لا تعتب ولا على دين ولا على خلق، فكيف بالتي لم تتزوج ابتداء وإنما هي في مرحلة الاختيار؟ ولذلك تأتي الفتاة فتسأل تقول لا أعتب عليه في كذا وكذا وكذا كله جيد ولكن لا أستطيع، فهل أأثم بذلك؟ كثير من الفتيات يسألن هذا السؤال، هل أكون آثمة إن أنا رددته ولم أقبله بسبب أني لا أطيقه لسبب من الأسباب؟ هنا أقول لا تأثم، لا تأثم بذلك، وإنما جاء توهم الإثم بسبب فهم الوجوب من هذا الحديث الذي لا يصح ابتداء، لأن الناس فهموا الوجوب قالوا إذن هذا يجب قبوله، يجب أن يقبل هذا الشخص إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، فهموا الوجوب، ترتب على ذلك ماذا؟ ترتب عليه أنه تقول إذا أنا لم أقبله فإني أكون في بناء الأسرة وفي التعامل معك. لا يلزم، لا أقول إن طالب العلم أسوأ من العامي في الخلق أو في التعامل، لا أقول هذا، ولكن لا أقول إنه أفضل من العامي في الخلق وفي التعامل، لا هو أفضل ولا هو أسوأ، وإنما عليك أن تحرصي على الذي يلائمك، خاصة إذا كانت الفتاة أصلاً لا دخل لها بالعلم الشرعي، فكيف تطلب طالب علم؟ يعني إشكالات تقع بسبب هذا. وأنا اتصلت بي مؤخرا يعني منذ أسابيع فتاة من أو امرأة من تونس تحكي لها ما فعل فيها بين قوسين شيخ اللي هو زوجها، يعني طالب علم وشيخ، وتقول إنه يعني يلقي محاضرات وكذا وكذا أشياء، على كل حال ما نريد أن ندخل فيها، لكن المقصود ما هو؟ وأنا لا يلزم، هذه الشروط هي شروط زائدة، شروط زائدة لا ينبغي الحرص عليها. كم بقي الأذان؟ فإذا وأنا هنا مرة أخرى الإنسان ينبغي أن يفهم ما يقال، ينبغي أن يفهم الكلام، حين أقول هذا الكلام أنا لا أسقط من قيمة طلبة العلم ولا شيوخ ولا العلماء ولا، يعني هذا من أبعد ما يمكن أن يخطر ببالي أصلا، بل هم أهل لكل خير وأهل لكل صلاح وهم في الجملة أفضل من غيرهم، لكن في التعيين والتفصيل قد لا يكون فلان أفضل، قد يكون مثلا هناك بعض النساء، هناك مثلا النساء يكون عندهن نوع استحواذية إن صح هذا التعبير، بمعنى أن تريد من زوجها أن يكون معها دائما حاضرا معها مشاركا لها في كل التفصيلات. هنالك نساء بالعكس من ذلك، تكون المرأة يعني لا يهمها كثيرا، ربما يغيب يوما يومين، يغيب بالأيام، لا يهمها الأمر كثيرا، ف
فالتي من النوع الأول قد لا يلائمها طالب العلم المنشغل دائما أو العالم المنشغل دائما في لقاءات وخرجات ومؤتمرات وكتاب وتأليف، قد لا يلائمها، والثانية قد يلائمها جدا. فالقاعدة أنه لا توجد قاعدة عامة تصلح لجميع النساء أو لجميع الرجال، ولا إنما يختلف الأمر باختلاف الأحوال. بالنسبة هذا بالنسبة للدين. بالنسبة للخلق ذكرنا آنفا المروءة، الرجولة، وأيضا وهذا مهم جدا في باب الخلق بالنسبة للرجال بالنسبة للأزواج، التحكم في الغضب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى قال لا تغضب، وأوصى فقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وأشار على الذي يغضب أن يتوضأ ليكون في الماء ما يبرد من حرارة غضبه، وأوصى وصايا كثيرة في مجال الغضب. لكن مع ذلك كثير من الآفات نقف هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا، وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا، وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا. وبها صار الفقير له حلم وهوى، وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى.